يقول الله تعالى: وإلى الإبل كيف خلقت. أمرنا أن ننظر نظر تدبر وتأمل وتفكر، لأن هذه المخلوقات العجيبة تدل على وجود الخالق الذي ليس كمثله شيء، والذي لا شبيه له ولا مثيل. وهذه النوق من هذه المخلوقات العظيمة والعجيبة التي أمرنا الله في القرآن أن نتفكر بخلقها. وهذه النوق والجمال فيها من الفوائد والمنافع ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. والحليب الذي فيها فيه شفاء من كثير من الأمراض، حتى لما يسمى بتشمع الكبد ولما يسمى بسدد الكبد، فيها فوائد عظيمة وكبيرة جدا. لذلك ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف للعرانيين الذين جاءوا إلى المدينة فمرضوا أن يشربوا من حليب النوق، فشربوا فصحوا كما في صحيح البخاري. هذا الحليب الذي هو حليب النوق فيه من الفوائد والمنافع العظيمة والكثيرة، واليوم كثير من المختبرات أثبتت ذلك. هذا حليب النوق الآن حلب نشرب منه عملا بما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله.